يا عباد الله الجن راه عندكم غير هنا، يا عباد الله ليس هناك جن، راه الجن لا يقدر على الإنسان، يا عباد الله الجن لا يقدر على الإنسان، يا عباد الله الجن ليس مخلوق من مادة، طاقة الجن ليس هي طاقة الإنسان، يا عباد الله يعني ما هاد الخرافات والخزعبلات، النساء تخاف من التكال ومن الجن ومن السحر. وحدة كتبت في التعليق خرجت نشري شي حاجة، تخطيت شي حاجة وسقطت ولولا واحد قرا عليا. يا سيداتي راه عندك غير في مخك هذيك الساعة، لو كنت وقفتي ورجعتي لمنزلك ثم تقول توضأت وصليت وقرأت القرآن، وعلى المال الأمريكاني عنده شي قرآن. شيخ أبو رنيم، هناك بعض من ينكر مس الجن، يقول أن الجن ليس مخلوق مادي، ليس مثل الإنس، ويستدل بالقرآن الكريم أن الجن مخلوق من مارجين من نار، فهل الجن ليس مادة؟ الجن مادة لكنه مادة رقيقة جدا جدا، والذي فعل هذا أو اللي استدل بأن الجن ليس مادة واستدل بآية من القرآن، هذا الاستدلال فاسد. ده اللي بيقولوا عليه عم سعيد الانحياز التأكيدي. يعني إيه؟ يعني الرجل يريد أن يتبع هوى فيبحث في الأدلة ويلوي إذراعها وعنقها لتخدم ما فكرته أو هوى أو ما مال إليه. كيف فعلا نرد هذا الاستدلال؟ إنه نوع من الاستدلال الغبي. هو يستدل يا عم سعيد بأن ليس مادة لأن الشيطان خلق من مارج من نار. لسه قايلين إيه الآن من شوية؟ فرق بين أصل الخلقة، أصل الخلقة وطبيعة الخلقة. الأصل الذي خلق الله منه جنس كذا، الجن مثلا، أو جنس ولد آدم أو البشر أو الإنس، خلق الله هذا الجنس من أصل. أما طبيعة الجنس غير الأصل تماما. إزاي؟ نعود بقياس هذا الرجل اللي هو سرد تبع هوى. أخذت أن الجن خلق من نار ومش مادة لأنه خلق من نار، طيب هل هو نار؟ الجن هل هو نار؟ الإجابة لا. لما؟ لأن بنفس القياس الإنس خلق من ماذا؟ خلق من طين ومن تراب. فهل الإنس طين وتراب؟ على نفس قياس هذا الرجل اللي هو مال هواه لفكرته هنقول لا، ده الإنس الآخر مش لحم وضم ولا عظام، الإنس مش لحم ولا دم وعظام. ليه؟ لأن الآية بتقول إنه هو خلق من طين وإن أصله طين وأصله تراب. أهو، فإذا أصل الجن نار لكن طبيعته ليست نار، أصل الإنس طين وتراب لكن طبيعته ليست طين ولا تراب، بل حتى لما بيصيبنا التراب والطين بنتغسل منه ونغسل أيدينا منه يعني كده. هذا في أيضا من هذه الأدلة التي تثبت خطأ الجم الذي وقع فيه مثل هذا الرجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عرض لي أو عرض لي الشيطان في صلاتي فخنقته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان جاء ليقطع علي صلاتي اللي هو عفريته. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفلت علي عفريت من الجن، أراد أن يقطع علي صلاتي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأمسكته وخنقته فوجدت برد ريقه على يدي. شوف يا عم سعيد اللفظة، فوجدت برد ريقه على يدي. دلالة على ايه؟ النار. لو كان نار كان احرق يد النبي. برد ريقه ليست نار. ولولا دعوة اخي سليمان عليه السلام لقتلته في رواية لربطته بسرية المسجد يشاهده الاطفال. لان كده. فاذا ده دليل من نبينا ان طبيعة الجن تفلت علي عفريت من الجن ليقطع علي صلاتي. دليل على أن نعم خلق من النار لكن ده أصل الخلقة، طبيعته ليست نار، كما أن آدم وذريته أصل الخلقة من الطين والتراب لكن طبيعتهم لحم ودم وعظام وأعصاب وغيرها كما نرى الآن.
فهذا استدلال باطل وفي غير محله، انما هو استدلال من اجل فكره ومن اجل هوى، اللي بيقولوا عليه الانحياز التاكيدي عشان انصر فكرتي من كده. فطبعا هذا الاستدلال مردود على صاحبه، لا الجن ماده لكنها ماده رقيقه جدا جدا وخفيفه، لدرجه انه لا نراه من شده رقته، من شده رقته، لكن يفكر ويدبر ويدخل في الجسد ويخرج الى غير ذلك من الامور الحادثه والواقع عالميا. تفضل. تفضل. شيخ ابو رنين.